السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنصور فيديو جديد، وأول مرة خالص شوقي كان معانا وبعد كده سابنا، بعد كده سايكو برضو بعد مثلا. يعني أنا قررت إن أنا أكمل لوحدي وعادي، يعني مش فارقة. طب خلينا ندخل بقى في الفيديو. الفيديو النهاردة عبارة عن صور، هقول دي فيك ولا لا، ولو قلت واحدة غلط هسحب عقوبة. تمام. أول صورة، والله أنا مش بس أعتقد إن هي ريل، يعني ريل هي ريل. طيب تمام كده، أول صورة صح عندي، مستحيل طبعا، مستحيل اكيد دي فوتوشوب فيك طبعا، يعني ان واحد مستحيل مستحيل. بلاش افورة بقى. صح تمام، يلا الطريق ماشي حلو. طب ايه ده، ايه ده، طب ايه ده، ريل ولا فيك ده؟ طب ايه ده، طب اعتقد ان هو ريل. ريل ممكن ريل. طب يا جدعان ده ازاي؟ طب هي مش عارف. طب ازاي يعني، كان ازاي ازاي ده يعني؟ طيب مش ريل، والله شبه حاجة. ايا كان يعني اسحب الكورة، ربنا يستر. كريم ايه ده، ربنا يستر. كريم سبحان الله العظيم. انا شوي ايه الارض ده، ايه الأرض ده؟ ايه ده؟ خلينا نروح للصورة التانية. لا دي باينة ان هي فيك، فيك اوي باينة. صح باينة، الحمد لله. كنت حاسس والله ان هي تطلع لي، مش عارفة. بصوا تطبيق، اقسم بالله يعني حاسس. فانا هقول ايه، لا اقول لك اقول فيك، اقول فيك. انا مش عارف اصل دي شكل منظر طبيعي، بس البحر شكله، اقول فيك. يا حلاوة، فينك يا سايكو؟ الرحمن الرحيم، والله لسه ريحة كريم في بقي وحاجة تقلي في المعدة. اكل شامبو. هو انا مالي يعني، في شعر في بقي حمي في ايه يا، مش عارف ازاي هاكل شامبو بجد. مش ربنا يستر. هي حتة كفاية كده يا جدعان. بصوا بصوا هو عمل ازاي، تقرف.
بحب الشامبو اصلا. لا بس ارحم من الكريم لحد ما الارض. خلينا نكمل ايه ده؟ ايه ده؟ طب بالله عليكم انا اقول ايه ده؟ والله حاسس انها رجل بجد، اقسم بالله حاسس انها رجل. ايه ده؟ طب قول فين؟ طب والله كده حر. اكل كباب، اكل سندوتشات الجبنة الرومي، حاجة كده. اكل معجون اسنان مظبطي كده. اكل ايه؟ معجون اسنان؟ لا بجد بقي خد دورة غسيل، ما خلاص المفروض يبقى ابيض. لا يا ربان. بس لا، بس احسن حاجه فيهم معجون اسنان طبعا. احتوام معلش انا مزحت المنظر، اقسم بالله انا مش عارف. خلونا نكمل كده. ايه ده؟ لا بقى حرام. ايه الصور دي؟ ايه الصور دي؟ دي فيك فيك، مفيش كلام بقى. بس كده بقى خيرا بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا ردوا يمكن واحد مثلا جه يصور فراح حط البتاع عند الكاميرا كده. طبعا هنعمل ايه؟ طبعا هنعمل ايه؟ ايوه كده بقى، اخيرا اخيرا بقى مشيت معانا. ايه ده؟ لا مستحيل مستحيل، صح مستحيل. هي فيك مستحيل، دي مستحيل هتبقى فيك. ايوه بقى الله. ايه ده؟ ده بصوا دي الصورة دي بقى انا احكي لكم عنها. الصورة دي صاحبها فوتوشوب معفن فبوظ الصورة وهم حطوها على الموقع. دي فيك يا جدعان، فيك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ردوا انتوا، ردوا انتوا، حسبي الله ونعم الوكيل. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ ابوس شراب معفن، واضح كده ان كل العقوبات متعلقة بالبق. استحمى ونضف نفسه واتوسخ بقى. جبتلكم اعفن صنف شراب في التاريخ ده، انا وسخته قدر الامكان. ايوه ده ولا ايه؟ شوفوا معفن، اقسم بالله عفانه والله العظيم ريحته فيك. ريحته بشعه اقسم بالله. تيجي نشمه؟ نبوسه يلا.
خلينا نشوف بقى الموقع هيقول ايه. نو كومنت. 60%. مش هرد والله، بس يلا تمام. نوعا كان الصور كرتون شوية وهبلة شوية وحاجات كده شوية، بس يلا الحمد لله شيء كلت وشبعت. يا ماما مش هتغدى النهاردة. ايوه مش هتغدى. و يلا كده الفيديو خلص، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدوس على زر السبسكرايب وزر اللايك. فولو على الانستا ده.